بصراحة أنا هبدأ الحلقة النهاردة بحاجة مختلفة شوية. أنا هبدأ النهاردة بقول شكرا، شكرا للعبة الأهلي اللي شرفونا وأسعدونا حقيقي، شكرا للجهاز الفني المحترف والمحترم، شكرا موسيماني كما قيل عنه مسبقا مدير فني معلم، شكرا مجلس الإدارة المحترم الداعم دائم للفريق، شكرا لكم خليتونا نيجي النهاردة ونقول صباح النصر. صباح النصر على كل الأهلوية، صباح النصر على عيون حضراتكم جميعا في كل مكان في العالم. امبارح الأهلي حقيقي أسعد الملايين، امبارح نمنا وإحنا مبسوطين لأن فريقنا فريق عظيم. الله عليك يا أهلي حقيقي، مشوار العشرة اتحقق. سمعنا امبارح الجمهور بيقول الحداشر يا أهلي طبعا. مش غلط، مش عيب، أعتقد أنه هو مطلب، يعني مطلب مشروع جدا، لأن الأهلي الكبير هو اللي عودنا على كده. مرة تانية صباح النصر على أغلى جمهور في الدنيا، صباح النصر يا كريم. صباح النصر عليكي، صباح النصر على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. اهلا بكم جميعا، وبدايه حلقه جديده، حلقه احتفاليه بطبيعه الحال من 10 الصبح في الاهلي. طبعا قبل اي شيء كل سنه وكل حضراتكم طيبين، وان شاء الله عيد اضحى يكون سعيد علينا جميعا. وطبعا بنتوجه بالتهنئه لكل حجاج بيت الله الحرام. هم عددهم السنه دي مش هيكون كبير قوي كما هي العاده، واللي انا سمعت ان هم حوالي هيكونوا 500,000 تقريبا من المواطنين والمقيمين داخل المملكه العربيه السعوديه. طبعا بطبيعه الحال نتيجه كورونا، وانتم عارفين بقى انعكاساتها السلبيه. كل سنه وانتم طيبين، مليون 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 مبروك. وزي ما انا هود بتقول امبارح مش هزار والله العظيم، قبل نهايه المباراه، قبل نهايه المباراه يا حضرات ابتدينا فعلا نسمع الله ينفع كده ينفع يا بس أستاذ. كان نصر عظيم وماتش هايل وحاجه عظيمه جدا.